لم تقف مشاهد الخراب والدمار عائقا في وجه أحمد ليحقق حلمه ويفتح محلا لبيع العصائر وسط الحي الصناعي بالجانب الأيمن من الموصل. حول هذا الشاب بناية تعرضت للقصف في معارك التحرير إلى لوحة تحمل معان عديدة، أبرزها الإصرار على العودة ومواجهة البطالة. هذا المحل كان معمل من رايمان طبعا، وبصراحة أنا جيت أجر أفتح لي مرطبات، جيت أجر محلات، المحلات غالية والله، فدحقت على هذا المكان، صح أنه مهدوم وأوصاخبي وهاي، فنظفته وتعبت عليه. اعتاد الموصليون على مشاهد الخراب والدمار والبنايات المدمرة، وعادوا بعد التحرير إلى مناطقهم وعاشوا فيها حتى بين المخلفات الحربية وبقايا الجثث، بعد أن يئسوا من الحصول على مستحقاتهم من التعويضات. وكان سكان المدينة أمام تحدي كبير، ولكنهم نجحوا به وعادت الحياة مع عودتهم. يعني تصرف تعويضات للمضررين اللي ما عندهم، يعني أكو ناس عندها بنت يعني كملت محلاتها، كملت قراجاتها، بس هذا الشخص رغم دمار المحل يعيش حياته طبيعية بأقل تكلفة. ورغم مرور 6 سنوات على تحرير المحافظة، إلا أن أكثر من 75% من سكانها لم يحصلوا على تعويضاتهم، ومن عاد كان إما بالجهود الذاتية أو بمساعدة المنظمات المحلية أو الدولية. بعد العمليات التحرير دمرت دمار كامل، يعني المدينة كلها، المدينة القديمة بالذات، هي الموصل اتدمرت، بس المدينة القديمة بالذات يعني اتدمرت تدمير شامل. ايه، والحمد لله شوي شوي إذا ترجع أفضل من قبل. يعني هذا وقدرت الأمم المتحدة عدد الوحدات السكنية المتضررة جراء الحرب الأخيرة ب11,000 وحدة سكنية، بعضها تعرض لدمار جزئي، وغيرها أمست أطلالا لم يجد أصحابها منها إلا ما تبقى من الذكريات. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.